حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. عدن تايم، استمرار بناء منازل عشوائية داخل أسوار صهاريج عدن التاريخية. البي بي سي تتحدث عن رجل أعمال من أصل يمني يمتلك معظم أثيوبيا. من جولتنا في الصحافة الفرنسية، صحيفة لو جورنال تتساءل: هل نقل الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات أمر قانوني؟ ومن أخبارنا المنوعة من موقع العين: المرأة التي تكسب رزقها من قتل تجار المخدرات. أهلا بكم. قال موقع إخباري إنه في الوقت الذي ترتفع فيه حدة الحرب على الصحفيين، يتراجع دور نقابة الصحفيين عن القيام بدورها المفترض. فالنقابة هي المعنية بدرجة رئيسية في الدفاع عن الصحفيين. وعنوان الموقع بوست في تقرير خاص: نقابة الصحفيين اليمنيين بين الغياب والشتات ومعركة الدفاع عن وجودها. ويقول الموقع: إن هناك حالة من الاستياء يتحدث عنها بعض الصحفيين اليمنيين وبلغة قاسية وحادة، حيث هاجموا نقابتهم وعبروا عن غيابها بأشكال مختلفة، في حين دافع البعض الآخر عنها واعتبروا غيابها مبررا وخارجا عن الإرادة. بحسب الصحفي زكريا الكمالي، فإن ما حدث من انتكاسة للحريات الإعلامية والصحفية في اليمن يفوق طاقة نقابة الصحفيين على التصدي لها بمفردها ومعالجة كل تبعات النزاع التي طالت الوسط الصحفي. الموقع بوست طرح قصة غياب نقابة الصحفيين على عضو مجلس النقابة نبيل الأسيدي، والذي قال: نقابة الصحفيين مهما كانت ستظل الصوت الأقوى داخل المجتمع، وهي الصوت الباقي رغم محاولات الانشقاق عليها ورغم محارباتها. يضيف: تعتبر النقابة مصدرا رئيسيا للمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية، ونحن نعتب على أعضاء مجلس النقابة في الغياب، لكن نحن أمام وضع خطير ووضع استثنائي انتهى فيه كل شيء بما فيه النقابة ومنظمات المجتمع المدني. يتحدث موقع المصدر أونلاين عن مواطن مخفي في عدن منذ نحو سنتين، ويعنون الموقع: إمام مسجد في عدن معتقل منذ 20 شهرا، النيابة أمرت بالإفراج عنه فتعرض للإخفاء القسري مجددا. وقال الموقع أن أسرة محمد سلام المعتقل في سجن يتبع القوات الإماراتية في عدن أبلغت أنه تعرض لعملية إخفاء قسري جديدة رغم صدور أمر من النيابة الجزائية بالإفراج عنه. وأبلغت مصادر في أسرة سلام أنها تلقت معلومات بنقل سلام من السجن المركزي في بير أحمد إلى سجن التحالف، وأنها فقدت التواصل معه مجددا. وتم اعتقال سلام وهو إمام مسجد معاذ بن جبل بمدينة المنصورة بعدن أواخر شهر يوليو 2016، وتعرض لعملية إخفاء قسري استمرت لأكثر من عام قبل أن تتمكن من التأكد من نقله إلى سجن بير أحمد. وتشير أسرة سلام أنه اعتقل بتهم كيدية وتم إجباره على الاعتراف بها تحت التعذيب الوحشي، وأن النيابة تحققت من براءته من التهم المنسوبة إليه. حين شبت ثورات الربيع العربي بتعقيداته، اكتشفت كغيري أنني لا أعرف شيئا عن الثورة. فالفرق بين التصور النظري والواقع كالفرق بين تعلم السباحة على الورق والتخبط في الماء. هذا جزء من مقال كتبه السوري سمير سعيفان مضيفا في العرب الجديد. لا أحد يعرف متى تقوم الثورات، بل من الصعب تحديد الأسباب المباشرة لتفجرها، على الرغم من أنه يمكن إعداد دراسات كثيرة تبين بالوصف والوقائع والأرقام تدهور أوضاع الناس المعيشية ومستويات انتشار الفساد ومكامنه، أو بؤس الواقع السياسي المحكوم بالاستبداد، أو غيرها من أسباب تدفع الناس نحو الثورة. لكن على الرغم من ذلك لا تنطلق الثورة، بينما قد تأتي حادثة تبدو ثانوية فتشعل لهيبها. الربيع العربي أطلقته حادثة صغيرة، هي أن مواطنا في بلد عربي أحرق نفسه فأشعل سلسلة من الثورات. كان لهذا الأمر يمر بسهولة ويسر، إذ يموت يوميا كثيرون من دون أن يؤدي ذلك إلى ثورة. لكن ظرف حادثة محمد البوعزيزي اختلف، والأهم أن سبب البوعزيزي المباشر كان العمل وضيق مصدر العيش أمامه، والسلطة السياسية كانت السبب في هذا الضيق، إذ منعته من بيع الفاكهة على عربته
ثم جاء امتهان كرامته عندما صفعته شرطية البلدية، خصوصا أن الصفعة جاءت من امرأة وهذه خصوصية عربية، فأحرق ذاته ليشعل فتيل ثورات ربيع عربي افتقدت إلى الحزب الثوري وإلى التنظيم والقيادة، فكانت أشبه بالقومية أو العامية. من أهم الدروس التي تحققت منها كغيري أن الثورات تنفجر عندما تغلق سبل التغيير التدريجي فيتراكم الغضب وهي تفتح آفاق المستقبل، لكنها قد تتحول إلى كوارث أحياناً عندما يسعى بعضهم لتحويل مياهها إلى طواحينه. قال سالم الفراس في تقرير نشره موقع عدن تايم إن الجميع ما زال يقف حائراً في معرفة أولئك الذين يواصلون البناء العشوائي على الطرق والأرصفة والزوايا والمنعطفات تحت مرأى ومسمع سلطات الدولة والأجهزة المحلية. وقال كاتب التقرير إن هناك شكوكاً في حقيقة العلاقة بين المخالفين والمسؤولين المعنيين بدليل استمرار البناء العشوائي، وأيضاً التزامن المريب بين التصريحات بالبدء بحملات إزالة البناء العشوائي وانتشار استحداثات عشوائية أكثر تدميراً وتشويهاً. وأفاد التقرير استمرار البناء العشوائي بالقرب من المواقع الأثرية في العاصمة المؤقتة عدن وتحديدا في هضبة عدن وقلعة صيرة ومنطقة الصهاريج وجوار جبل حديد. وقال موقع عدن تايم إن الأعمال العشوائية استطاعت اختراق أسوار صهاريج عدن التاريخية لتبني منازل عشوائية داخل الحرم الأثري، وقال إن هذه الأعمال تواجه بصمت من قبل السلطات الحكومية والأمنية التي تتخفى وراء جدران مكاتبها وكأن ما يجري لا يعنيها أو يمت إليها بصلة. صناعة السلام أعقد من إيقاد الحرب، هذا ما يقوله سامي الكاف في مقاله المنشور في المصدر أونلاين عن ما بعد الحرب وعن ضرورات ذلك. ويضيف الكاف مرحلة ما بعد الحرب ومتطلباتها هي المرحلة الأكثر أهمية على الإطلاق، وأهم متطلباتها توفر الظروف الذاتية والموضوعية لها والمتصلة بالضرورة بكل الأطراف السياسية للذهاب إلى مفاوضات بناء على رغبة حقيقية للوصول إلى حل سياسي يجنب الجميع الانزلاق من جديد إلى دهاليز حرب جديدة أشد ضراوة مما هي عليه الحرب الراهنة المستمرة منذ 3 سنوات. إن الظروف الذاتية تكمن في وضعية الأطراف المتنازعة بوصفها كيانات سياسية، أي أحزابا سياسية تمارس العمل السياسي للعمل العسكري، وبالتالي ستكون على كل هذه الكيانات السياسية في كل اليمن أن تقدم نفسها في هذا الإطار ككيانات سياسية لا في إطار غيره، في حين تتجلى الظروف الموضوعية في وجود الرغبة الحقيقية لدى كل الأطراف السياسية المتنازعة في الوصول إلى حل أو تسوية وتفهم حاجات الطرف الآخر بالضرورة. هناك تفاهمات تجري منذ فترة في إطار محاولات تسابق الزمن وإن كانت غير معلنة، ستجعل من الأطراف السياسية في شمال اليمن وجنوبه تنصاع بأي قدر من إلى إجراءات معينة، وبالتالي التخلي عن كونها ميليشيات مسلحة أو جماعات مسلحة بفعل ضغوط من أطراف إقليمية ودولية تمهيداً لتسوية أرضية المشهد السياسي كتهيئة لأزمة تقع في سياق الظروف الذاتية والموضوعية للدخول إلى مرحلة المفاوضات بغية الوصول إلى حل سياسي في إطار وحدة اليمن وسلامة أراضيه وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكل هذا لن يأتي إلا بعد أن تتوقف الحرب وهو ما ليس متاحاً إلى الآن. رياضياً، يترقب عشاق الكرة اليمنية ما ستسفر عنه المباراة المصيرية لمنتخب اليمن الأول أمام نظيره النيبالي في 27 مارس الجاري، وعنون موقع يمن مونيتور. عشاق الكرة يترقبون ولادة جديدة لمنتخب اليمن، ولاعب محترف يقول مباراة النيبال تاريخية. وفي حديث للموقع وصف نجم الكرة اليمنية أحمد الحيفي المحترف في صفوف ناد قطري، وصف المباراة المقبلة بالتاريخية في مسيرة الكرة اليمنية، معللا ذلك بأهميتها الكبيرة في كسر حاجز التأهل الأول. وقال اللاعب الحيفي إن الفوز في مباراة النيبال مهم جدا كونه سيفتح نافذة جديدة للكرة اليمنية ولجميع الرياضيين من خلال الطموح لتحقيق التأهل الأول لأول مرة في تاريخ الكرة اليمنية. يضيف يمن مونيتور يشهد يوم 27 مارس الجاري ولادة الكرة اليمنية من جديد في حال تمكن منتخب اليمن من تحقيق نتيجة إيجابية، والتي من المقرر أن يحتضن المباراة ملعب سحيم بن حمد في الدوحة. وقال الموقع
فوز منتخب اليمن على النيبال والتعادل سوف يسيطر على نتيجة المباراة الأخرى وسيمكن منتخبي اليمن والفلبين من التأهل، فيما تتمثل الفرصة الثالثة في فوز منتخب اليمن على النيبال وفوز طاجكستان على الفلبين. سيكون التأهل حليف منتخبي اليمن وطاجكستان. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع موضوعا في صحيفة لو جورنال دو ديمونش حول اليمن ومبيعات الأسلحة الفرنسية ومنظمة العفو الدولية. تبدأه الصحيفة بالتساؤل، هل نقل الأسلحة الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أمر قانوني؟ ثم تجيب عن سؤالها بالقول، إذا كانت الإجابة بالنفي فذلك يجعل فرنسا متواطئة في جرائم حرب في اليمن كما تقول منظمة العفو الدولية. وأضاف، ستكشف جمعية أكات مسيحيون من أجل إلغاء التعذيب ومنظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء عن دراسة أجرتها شركة أنسل للمحاماة أن هناك خطورة قانونية كبيرة بنقل الأسلحة الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والذي يعتبره غير قانوني ويمكن أن يجعلها متواطئة في جرائم الحرب التي تم ارتكابها في اليمن. تتابع الصحيفة الفرنسية، إن السعودية والإمارات خاضتا حربا في مارس 2015 لمساعدة حكومة الشرعية في جنوب البلاد على مواجهة المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، وقد أدى الصراع بالفعل إلى سقوط أكثر من 9300 قتيل وأكثر من 53,000 جريح. وفي موضوع متصل، نشرت صحيفة لوبوغوان الفرنسية حوارا مع بينوا موراكسيول رئيس منظمة آسر المناهضة لبيع الأسلحة إلى تحالف الحرب في اليمن تحت عنوان فرنسا تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة. وقالت تقوم منظمة آسر غير الحكومية بعمل بحملة لمنع فرنسا بيع الأسلحة إلى البلدان التي تشارك في الحرب في اليمن وهي على وشك الاستيلاء على مجلس الدولة. وفيما قتلت الحرب في اليمن أكثر من 10,000 مدني ويشعر العالم تقريبا بحالة عامة من اللامبالاة، تتابع فرنسا بنشاط مبيعاتها من الأسلحة إلى دول التحالف الداعمة للرئيس هادي المعترف به دوليا ضد الحوثيين الذين يتلقون مساعدة من إيران. المنظمة الفرنسية غير الحكومية آسر بدأت في الأول من مارس خطوة قانونية للحصول على إيقاف تراخيص التصدير الممنوحة إلى العديد من الشركات الفرنسية المصنعة للأسلحة وتستعد لمواصلة هذا الإجراء أمام مجلس الدولة. تعيين متمرسة في التعذيب لرئاسة وكالة المخابرات الأمريكية المركزية، تحت هذا العنوان نشرت صحيفة نيويورك تايمز افتتاحيتها وقالت أظهر الرئيس ترامب حماسه للوحشية على مدى العام الماضي وكان قد طلب من الشرطة معاملة المعتقلين بوحشية، وامتدح الرئيس الفلبيني على قتله المشتبه بوجود صلات لهم بالمخدرات ودعا إلى إعدام تجار المخدرات. لكن واحدا من معتقداته الأكثر إثارة للقلق هو قبوله بقيمة التعذيب. في السابق كان أي شخص يخالطه القلق من اعتناق ترامب المتحمس للوحشية التي تقرها الحكومة يجد السلوى والطمأنينة في تعهد الرئيس بقبول نصيحة وزير دفاعه جيم ماتيس الذي عارض التعذيب ووعد في جلسة المصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ بأنه سيحترم القوانين الأمريكية والدولية ضده. لكن لدينا الآن سبب للقلق مرة أخرى، فعندما يأتي الأمر إلى التعذيب ليس هناك أي مسؤول أمريكي أكثر تمرسا في هذه الفنون المظلمة والفظيعة من مسؤولي وموظفي وكالة الاستخبارات المركزية الذين طبقوه على المشتبه بتورطهم بالإرهاب، وهناك قلة من المسؤولين الأمريكيين
الذين تورطوا مباشرة إلى هذا الحد في هذه الإساءات الفظيعة التي بدأت في عهد الرئيس جورج دبليو بوش وأنهاها الرئيس باراك أوباما مثل ما فعلت جين هاسبيل. يوم الثلاثاء الماضي وخلال إعلانه إقالة ريكس تيرسون كوزير للخارجية واستبداله بمدير وكالة المخابرات المركزية مايك بامبيو، قال الرئيس ترامب إن خليفة السيد بامبيو في منصب إدارة الوكالة ستكون نائبته السيدة هاسبيل. لقد أدارت السيدة هاسبيل أول موقع اعتقال في تايلاند وأشرفت على عمليات التحقيق الوحشية مع 2 من المعتقلين أبو زبيدة وعبد الرحمن الناشري، وتم تعريض أبو زبيدة لعمليات محاكاة الإغراق 83 مرة على الأقل في شهر واحد، وضرب معذبوه من وكالة المخابرات المركزية رأسه بالجدار وأخضعوه لأنواع أخرى من الوحشية التي لا توصف. وكان قد تم تصوير هذه الجلسات وحفظ التسجيلات في خزانة حديدية في محطة المخابرات المركزية الأمريكية في تايلاند إلى أن أصدر أمر بإتلافها في العام 2005. ومن هو الذي فعل ذلك؟ كانت السيدة هاسبيل في مقر وكالة المخابرات المركزية. المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث كما أوردت صحيفة العرب الجديد في أول تصريح له منذ تعيينه، وعد اليمنيين بالعمل على تيسير عملية سياسية شاملة قائمة على المراجع التي تتمسك بها الحكومة الشرعية، مشيرا إلى أن أي عملية سياسية تتطلب مرونة وتنازلات صعبة من جميع الأطراف. وفي بيان وزعه مكتبه اليوم وحصل العربي الجديد على نسخة منه، قال جريفيث: يشرفني اليوم أن أتبوأ منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وهو منصب أنظر إليه بجدية بالغة. وقال جريفيث إن الصراع في اليمن أفضى إلى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في التاريخ الحديث، إذ تآكلت مؤسسات الدولة بشدة وما برحت البلاد مستمرة في التمزق بوتيرة مثيرة للقلق. وأعرب جريفيث عن تطلعه إلى العمل مع الحكومة اليمنية وجميع الأطراف دون استثناء، قائلا إنه يتعين على الجميع العمل سويا لإنهاء الصراع الدموي الذي طال أمده في البلاد. موقع شبكة البي بي سي البريطانية تتحدث عن رجل أعمال سعودي من أصل يمني، وقالت إنه يمتلك معظم دولة أثيوبيا. وتتساءل البي بي سي: من هو العمودي الذي يملك معظم أثيوبيا والمسجون حاليا في السعودية؟ وقالت الشبكة: العمودي 71 عاما من مواليد أثيوبيا عام 1946، ابن رجل أعمال يمني وأم أثيوبية، هاجر إلى السعودية في سن المراهقة حيث صار مواطنا سعوديا في ستينيات القرن الماضي، وتقدر ثروته ب 13 مليار ونصف المليار دولار، ويعمل بشركاته نحو 40 ألف شخص، وصنف ثاني أغنى رجل عربي حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008. ولكن أين هو محمد حسين العمودي؟ تقول البي بي سي: شهدت حياة العمودي منعطفا حادا في نوفمبر الماضي عندما تم احتجازه في فندق بريتز كارلتون في الرياض إلى جانب العديد من الأمراء والمسؤولين، ورغم إطلاق سراح معظم المعتقلين في السعودية لكنه ما يزال معتقلا. وعن نفوذه في إثيوبيا تقول وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي تسربت لويكيليكس إنه ومنذ عام 1994 حصلت شركاته على امتياز أغلب المشاريع في ذلك البلد، وتغطي أنشطتها مجالات عديدة من القهوة وحتى السياحة. موقع عين للأنباء كتب عن امرأة أو عن المرأة التي تكسب قوتها من قتل تجار المخدرات في الفلبين، وقالت: تخوض الفلبين حربا ضارية ضد عصابات المخدرات يقودها الرئيس المثير للجدل رودريغو دوتيرتي، وهي الحرب التي أسفرت عن مقتل 2000 شخص في أسابيع قليلة. عندما تكون بصدد مقابلة قاتلة مأجورة أنهت حياة 6 أشخاص، لا يمكن أن تتوقع أن تلتقي بامرأة ضئيلة البنيان متوترة تحمل بين يديها طفلة. تقول ماريا، وهو اسم مستعار اختارته لنفسها: بدأت عملي هذا منذ عامين وكنت خائفة ومتوترة إلى حد بعيد لأنها كانت المرة الأولى التي أفعل فيها ذلك. يتابع الموقع: تنفذ ماريا الآن عمليات تصفية لتجار المخدرات في ظل حملة حكومية ضد تلك العصابات، وقد قتلت 5 من التجار بطلقات في الرأس. ويقول الموقع أيضا إن ماريا ليست الوحيدة التي تقوم بهذه المهمة، فهي عضوة بفريق مكون من 3 نساء تكمن قيمتهن في القدرة على الوصول إلى الضحايا دون إثارة الشكوك التي قد تحيط بالرجال الذين يحاولون الاقتراب
من تجار المخدرات منذ تولي دوتيرتي رئاسة البلاد، وهو يحث على قتل تجار المخدرات الذين يقاومون الشرطة أثناء اعتقالهم. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف، وفيها مجموعة كبيرة ذات طابع سياسي تختصر في معظمها ما حدث في العالم خلال 24 ساعة الماضية. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.